السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة أنا جاية أقول لكل عروسة لسه بتفرش بيتها جديد ودخلت المطبخ لأول مرة، قدامها طقم توابل لسه جايباه جديد لأول مرة، قدامها مجموعة كبيرة جدا من التوابل، إزاي هتحطها في كل حاجة في مكانها المخصص، وإيه التوابل اللي هي هتستخدمها بشكل يومي هي دي اللي هنحطها هنا، أما التوابل اللي احنا بنستخدمها كل وقت للتاني هنحطها في مكان تاني. إنما بالنسبة للملح والسكر والشاي والفلفل الأسمر والكمون، الحاجات دي بنستخدمها في اليوم حوالي 5 6 مرات، فاحنا هنجيب برطمانات كبيرة ونحطها لوحدها وفي مكان لوحده. إنما الطقم التوابل اللي قدام حضراتكم ده شايفين إن الإزازة بتاعته مش كبيرة قوي، تقريبا مثلا بتاخد حوالي 100 جرام او 200 جرام من التوابل. طبعا انا بجيبها وبستخدمها، هي بتكفيني الشهر، يعني انا لما بروح السوبر ماركت، عشان انت طبعا لما تيجي تشتري التوابل لازم تشتريها من مكان معروف، لان التوابل دلوقتي بتتغش، يعني ممكن ما بتبقاش اصلية. فانا عشان احصل على التوابل الاصليه بطعمها وبريحتها لازم اكون شارياها من مكان معروف ومجرباه قبل كده. طيب احنا هنقول هنا ان طقم التوابل ده عباره عن دورين، كل دور فيه حوالي 6 ازايز. المفروض ان احنا الازايز دي بنملاها حسب احتياجاتنا اليوميه، تمام كده. طيب التوابل اللي هنا بنقول هنا، يعني انا بكتب مثلا، طبعا العروسة مش هيبقى عندها خبرة كبيرة قوي في موضوع انها تفرق ما بين التوابل، فانت بالقلم الماركر الابيض هتكتبي هنا اسم التوابل دي. ازازة طبعا فيها كذا فتحة، حضرتك شايفة هنا دي فتحة واسعة، ممكن تنزلي لو انت عايزة الكمية كبيرة، لو قلبناها شوية هنلاقي فتحة اضيق شوية، لو جبتيها هنا كده هتلاقيها كده خلاص اتقفلت، فالإزازة كده تبقى بشكل آمن ما تخفيش عليها. بصي هنا كمان في فتحة، ايه، في فتحة اكبر، في فتحة كبيرة جدا اهي، شايفه ده. انت بقى لو عايزة ايه تحطي كمية كبيرة قوي او عايزة تفضي الإزازة بحالها، تمام. طيب بعدين ايه، هنا احنا قلنا هنا بالنسبه للازازه دي، فانا كنت عاملاه هنا نجي هنحط فيها باربيكيا، وطبعا الباربيكيا مهمه جدا للناس اللي بتحب تاكل الفته، انا عن نفسي بحب احط الباربيكيا على الفته. هنا عندنا هنا شاورما، واحنا طبعا ما بنستغناش طبعا عن توابل الشاورما. في هنا توابل الفراخ اللي هي الفراخ البانيه، لفينا شويه كده هنلاقي هنا الشطه، والشطه مهمه جدا في كل اكلاتنا. الكزبره طبعا عارفينها عشان الملوخيه، الزعتر. طيب دول كده الـ6 خلصوا. هنبص للطبق اللي تحت هنلاقي فيه حبهان، وده زنجبيل طبعا، المستكة لفينا شوية هنلاقي الروزماري، ايه تاني غير الروزماري، في القرفة، وهنا في السمان. طبعا التوابل دي هي من ودي وجهة نظري اني انا بستخدمها كل يوم وبشكل يومي. التوابل لما باجي بشتريها ما بشتريش كميات كبيرة تقعد معايا شهرين وثلاثة، لا انا بشتري التوابل تقعد معايا اقصى مدة ممكن التوابل تقعد معاكي هي شهر، والازازة بتخلص تبتدي تجيبي تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.